يسأل عن أولئك الذين لا يفرقون في النطق بين حرف الضاد والضاء ويرجون التوجيه، وهل يعتبر فعلهم هذا من اللحن أو لا؟ كثير من الناس لا يفرق بين الضاد والضاء فيغتفر له ذلك ولا يضره ذلك، فقراءته صحيحة وصلاته صحيحة والحمد لله، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه قاعدة كلية. ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا يريد الله بكم اليسر. قد صرح الحافظ كثير رحمه الله في كتابه التفسير بهذه المسألة، وذكر عن الصحيح من أقوال العلم التسامح في ذلك وأنه لا حرج في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا.